شباب آخر شيء وصلنا له هذا الاكزامبل اريد فايند ذا ماجنيتيود للمودلز اند ارجيومنت اوف ونعطيك رقمين. يعني احنا اذا راجع مراجعه سريعه احنا كان عندنا اهم العفو قوانين اللي استخدمناها هي يعني شلون اوجد الار الار اللي هو الزت ابسوليوت او الزت المطلق اللي هو اي تربيع زائد بي تربيع. طبعا الار هذا بالبولار فون وعندنا التان ثيتا اللي هو بي على اي او اقدر اقول الثيتا سوينا رقمه ما زت والتان انفرس البي على اي تمام. عندنا الاي يساوينا ار كوساين الثيتا والبي يساوينا ار ساين الثيتا. هاي القوانين اللي كنا نحتاجها واللي اشتغلنا بيها. فهنا أنا أريد الماجنتيود أو الموديولز. من يقول لك أريد الماجنتيود أو الموديولز يقصد بيها شنو هو الآر. من يريد الأرجيومنت نقصد بيها هي شنو هي الثيتا. فنعطينا رقمين. أنا بما أنه نعطينا رقمين فلازم شو أسوي؟ لازم أختصرهن تمام؟ يعني أو أتخلص من الأقواس. شلون أتخلص من الأقواس؟ أضرب 4 في 3 راح يصير عندنا 12. اوكي 4 في سالب 2 ناقصا 8 اي وعندنا 7 اي في 3 زائد 21 اي وعندنا 27 في ناقصا 2 ناقص 14 اي تربيع بما ان اي تربيع يصير ناقص فصير موجب 14 تمام. 12 وال 14 راح يسوي 26. 12 زائد 12 ناقصا 8 اي راح يطلع عندي زائد 13 اي. اوكي هسه صار عندي رقم كومبلكس نمبر بالكارتيزيان فورم بهذا الشكل. فاذا هذا راح يكون عندي الاي وهذا راح يكون عندي شنو راح يكون عندي البي تمام. بس اقدر اطلع الار. الار قلنا قانونها هي مطلق الزيت اوكي وهي تساوينا تحت الجذر اوكي اي تربيع زائد مثل ما شفنا قبل شوي زائد بي تربيع وبالتالي راح يصير عندنا تحت الجذر الاي تربيع هو يعني 26 تربيع زائد 13 تربيع راح يطلع عندي الناتج مالتها. طبعا بعد ما اربعها راح يطلع عندي الناتج مالتها حيكون 29.1 29.1 تمام. بعد شنو عندنا؟ ها طلعنا اول مطلب اللي هو الماجنتيود او الموديولز. يريد الارجيومنت اللي هو الثيتا. الثيتا هي قانونها شو يقول؟ الثيتا يساوينا الثيتا شو يساوينا؟ يساوينا تان انفيرس تان انفيرس البي على اي البي على اي اوكي. فبالتالي يساوي البي هي ايش قد قيمة البي؟ مثل ما اتفقنا هي 13 اوكي 13 على اي شباب الشاشة عندكم واضحة؟ قلنا البي هي 13 الاي هي 26 فتان انفيرس نصف يعني تان انفيرس اوكي يعني 13 على 26 هي 1 على 2 فانت تجي يعني بالحاسبة اوكي النصف هي 0.5 بس تطلع على التان انفيرس راح تلقى اكو فد هاي تان انفيرس راح يطلع لك 26 بوينت 56 او 57 50 57 ديجري تمام. فهاي خلصت المطالب مالتي. هسه هنا نطلع 26 هاي هنا نطلعها بالقياس الرادياس او الدائري تمام. فانت يعني خلي ببالك يعني شو يطلع لك رقم طلع 26.57 فانتهى الحل هنا. انا بس اركز على المطالب مال السؤال. شو يريد؟ راد الماجنتيود يعني الار وراد الارجيومنت هي الثيتا ونعطيني رقم عادي. فاني مجرد
اختصر اسوي رقم واحد، اتخلص من الاقواس، اختصر اسوي رقم واحد، فبالتالي انا ايش راح اوجد؟ راح اوجد الماجنتيود مالتي، او اقدر اوجد الارجيومنت او الثيتا بنفس الوقت. فهذا الحل موجود عندك هنا، وانا حليت لك اياه بنفس الطريقة. تمام. هنا يعني سؤال اخر يقول لك find z، اوكي، such that، هنا ايش ناطيني؟ هنا بالعكس نعطيك الار، اوكي، ونعطيك الثيتا، ويريد الزيت، يعني يريدها بالكارتيزيان، يعني هو نعطيك اياها بالار وبالثيتا ويريدها بالكارتيزيان. فاني بكل بساطة عندنا قانونين، انا لازم اطلع اي وبي، مو تمام؟ الاي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ار كوساين الثيتا، اوكي، والبي يساوي لنا ار ساين الثيتا، اوكي. الار انا عندي شنو؟ جذر 2 في كوساين الباي على 4، الباي على 4 اللي هي ايش قد؟ اللي هي 45، مو تمام؟ 40 على 45، ونفس الشيء بالنسبة هاي جذر 2 في ساين 45. طبعا ساين 45 كوساين 45 هي متساوية، واللي تساوي لك 1 على جذر 2، فلذلك هنا أنا شايل الكوساين، كوساين الباي على 4 معوض مكانها 1 على جذر 2، كذلك هنا أنا شايل كوساين ساين الباي على 4 معوض مكانها 1 على جذر 2، تختصر 1 على جذر 2 ويا هذا، تختصر جذر 2 ويا هذا، فراح يبقى عندك 1، فالاي راح يطلع عندك 1 والبي راح يطلع عندك 1، فالزيت عندك راح تصير 1 زائد اي، لان دائما البي ملحقه ويا من؟ ويا الاي. واضحه شباب؟ اتوقع هاي بسيطه ما بيها شيء. هنا العمليه بالعكس، قبل شويه نطاني ار وثيتا، العفو قبل شويه نطاني يعني كارتيزيان، بينما وحولناها للار وثيتا، وهنا بالعكس طان ار وثيتا تساوي لنا شنو؟ كارتيزيان. تمام. لحد الآن أحد عنده سؤال؟ إيه، مو بالبداية أول شيء قلت لكم أنتوا عندكم يعني مجموعة قوانين هنا هاي اللي هي R وثيتا وأي وبي، يعني هي هاي العلاقة بيناتهم. تمام. حد عنده سؤال لحد الآن؟ تفضل عيني مهند. هاي شبيهة؟ هسه هاي اثنين، مو اكو يعني حاسبات، حاسبات يعني الكاسيو تكتب ساين وجذر 45، بس هاي حاسبات ديجيتال يسموها، هاي شوية مزعجة، الكاسيو أفضل. أوكي، يعني أنت أول شيء طلع جذر الاثنين، بعدين تكتب ساين، هو ساين جذر الاثنين، هو العفو واحد على جذر اثنين، يعني 1.414، فواحد تقسيم 1. العفو، 1. صار خربطة، 1.1414 يمكن هيك الرقم، راح يطلع لك هذا الرقم، موجود له الساين، فراح يطلع عندك الناتج هو هذا، ما اتوقع هو هذا بس ايه يمكن هو هذا، تضربه في شنو؟ في جذر 2. مو هاي مزعجه الحاسب، ليش اقول لكم استخدموا الكاسيو؟ لا تقدر تكتب الارقام مثل موجوده بالاقواس افضل. اوكي، او اي حاسب علميه يعني تقدر تنزلها بالحاسبة أو بالتليفون، بس يعني أنت بالامتحان ما راح تقدر تستخدم لا حاسبة ولا تليفون، بس استخدم هاي الكاسيو، يعني موجودة كل التفاصيل بيها. أهلا وسهلا. تمام، يعني هي بكل بساطة راح يطلع لك الناتج. زين، هنا يقول لك show that equation z زائد i يساوي لك 4،
Okay, represent a circle and find its center and radius. Okay. شلون شنو يعني هذا؟ دي يقول لك انه هاي المعادلة اثبت لي انه هي تمثل معادلة دائرة. زين اوكي شنو هي معادلة الدائرة؟ معادلة الدائرة تقول لك اي تربيع زائد شنو زائد بي تربيع او مو اي خلينا نسميها اكس تربيع اوكي زائد شنو زائد واي تربيع. هاي معادلة الدائرة بالرياضيات يساوي لك شنو؟ يساوي لك ار تربيع. زين شنو الاكس شنو الواي؟ الاكس نقصد بها هي بعد السنتر بالمحور اكس، والواي هي بعد السنتر بالمحور واي، والار تربيع طبعا هاي مو في ار تمام. الار تربيع هي الراديوس، الراديوس اللي هو شنو؟ نصف القطر. فانت تحتاج تطلع اكس وتحتاج تطلع واي وتحتاج تطلع ار وتثبت انه هاي معادله دائره. زين شلون راح اثبت نصف القطر الراديوس؟ تمام. زين شلون راح اثبت اني هذا الشيء؟ فانت بدل الزيت قيمة الزيت هي x زائد اي واي، هاي معروف مو تمام؟ يعني هو ايش ناطينا؟ ناطينا زيت زائد شنو؟ زائد اي، بس هو شنو ناطينا؟ ناطينا مطلق طبعا. اوكي فاني الزيت هذا رقم كومبلكس، فهو نفس الاكس زائد شنو؟ واي اي. اوكي زائد شنو؟ زائد اي. شنو يساوي لنا؟ يساوي لنا 4. اوكي هسه الاي هنا عامل مشترك بين هاي وهاي، فراح يصير عندك اكس زائد شنو؟ زائد الواي زائد واحد. طلعت الاي عامل مشترك، نخلي الاي هنا تمام مطلق. ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 4. بما انه مطلق، بما انه مطلق فمعناته شنو؟ معناته تحت الجذر مربع الاول زائد مربع الثاني، مثل ما قبل شويه شفناه هنا. وانا هذا القانون مالتنا مال اي تربيع. هسه مطلق الزيت شنو هو؟ هو تحت الجذر مربع الاول زائد مربع الثاني. اي نعم. فبما انه هذا مطلق فايش راح يسوي تحت الجذر؟ اوكي مربع الاول اللي هو اكس تربيع زائد شنو؟ زائد المربع الثاني اللي هو شنو؟ واي زائد واحد. اوكي الكل تربيع. ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي شنو؟ 4. وبالمعادلة دي يقول انه يساوي لنا 4. اريد اتخلص من الجذر فاربع الطرفين، فراح يبقى عندي شنو؟ اكس تربيع زائد شنو؟ زائد واي زائد واحد الكل شنو؟ الكل تربيع. ايش راح يساوي؟ راح يساوي لك 16. زين هسه هاي المعادلة برأيكم ما تشبه هاي المعادلة؟ اي يعني اكس تربيع مقابل اكس تربيع، واي تربيع هي واي زائد واحد الكل تربيع، الواي زائد تربيع، الار هو 16، فاذا صارت تشبهه. اذا هاي معادله الدائره. زين ايش قد قيمه الاكس؟ الاكس يساوي لنا صفر. مربع الطرفين يعني هذا تربع الطرفين، يعني الجذر تربيع راح يروح الجذر، والاربع تربيع صار 16 مو تمام؟ اقول لك انه اربع الطرفين، فمربع هذا الطرف يعني مربع الجذر راح يروح الجذر ويا التربيع، والاربعه ربعناها صار 16 مثل ما تشوف هنا تمام. فاما الاكس يساوي لنا صفر، او واي زائد واحد يساوي لنا شنو؟ يساوي لنا الزيت راحت بعد، ما عندي زيت، مو شلناها وعوضنا مكانها اكس زائد اي واي. تمام. زين واي زائد واحد يساوي لنا صفر، يعني معناته الواي يساوي لنا سالب واحد. اوكي زين فهسه الاكس صارت عندي صفر، الواي سالب واحد، والراديوس هو اربعه.
ليش؟ لأن إحنا الآر تربيع هو 16، فالآر إيش قد أجذرها راح يصير 4. بابا لأن آر تربيع هو هذا الرقم، آر تربيع إيش راح يساوي لك؟ 16، فالآر إيش قد راح يساوي لك؟ آر راح يساوي لك 4. تمام؟ بسيط، ما أتوقع بيه شيء. أنت تختصر بيه إلى أن توصله إلى هاي المعادلة اللي هي x زائد x تربيع زائد y تربيع يساوي لنا r تربيع، وإحنا وصلنا لهذا الرقم، فقدرت تطلع ال x وقدرت تطلع ال y وقدرت تطلع ال r. ها شباب، واضح؟ تمام. هسه يعني خلصنا هالموضوع، بقى لنا اخر موضوع بالكومبلكس نمبر ان شاء الله اليوم، على ما يخلص الكومبلكس نمبر الاسبوع الجاي ان شاء الله نبدي موضوع جديد. كومبلكس نمبر يعني من اريد ملتيبليكيشن اند ديفيجن اوف كومبلكس نمبر ان بولر فورم. يعني احنا اخذنا يعني ضرب الكومبلكس نمبر واخذنا القسمه مال الكومبلكس نمبر، بس وين اخذناها؟ بالكارتيزيان يسموها. هسه راح ناخذه بالبولار فورم. شنو اقصد بيه بالبولار فورم؟ يعني اقصد بيه بالار والثيتا. تمام. فنفترض انه رقم اول اسمه z1 ورقم ثاني اسمه z2. الرقم z1 من ارد امثله بالكومبلكس نمبر، فراح اقول r1 كوساين ثيتا 1 زائد i ساين ثيتا 1، والرقم الثاني z2 يساوي لنا r ساين ار كوساين ثيتا 2، هاي مو واحد طبعا، اثنين، اوكي، وباي ساين ثيتا 2، هاي اثنين راح تكون، اوكي، صححوها يمكم. فهذا زد 1 زد 2، اذا ارد اضرب هاي الرقمين فار 1 في ار 2، فايش راح يصير عندي؟ كالعاده يعني ار 1 ار 2 راح يصير ار 1، اوكي، ار 2. تمام. بعدين راح اضرب الاول اوزع على القوس. تمام. بعدين هذا الثاني كذلك هم اوزع على القوس، فايش راح يصير عندي؟ اوكي، كوساين راح اكتبه هنا ار1، ممكن مكتوبه لي جوا، يلا اوكي خليني اكتب لكم اياها، ار1 ار2، نفتح قوس، اوكي، كوساين ثيتا 1 في شنو؟ في كوساين ثيتا 2، فراح يصير عندي كوساين ثيتا 1. تمام. في كوساين ثيتا 2، اوكي، كوساين ثيتا 1 في اي ساين ثيتا 2، فراح يصير عندك زائد كوساين كوساين ثيتا 1 في اي، خلينا نخلي الاي قبلها، تمام، في اي ساين ثيتا 2. زين، هسه عندنا يعني اي ساين ثيتا 1 راح اضربها في فراح اقول زائد اي ساين ثيتا 1 في كوساين ثيتا 2، اي ساين ثيتا 1 في كوساين ثيتا 2. بعد شنو عندنا؟ اي ساين ثيتا 1 في اي ساين ثيتا 2، الاي في الاي راح يصير عندي اي تربيع، فراح اقول قبل ناقص ساين ثيتا 1 ساين، اوكي، ثيتا 2، وسد القوس. زين، بعدين يعني ورا ما صارت عندي بهذا الشكل اللي هي هاي هنا كوساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 2 ناقص، ايش سوينا؟ عزلنا جماعة اللي بدون اي واحد واللي وياها الاي واحد. فاللي بدون اي ايش صارت عندنا؟ اللي بدون اي كوساين ثيتا 1 في كوساين ثيتا 2 اللي هي هاي، اوكي، ناقص ساين ثيتا 1 ساين ثيتا 2. اطلع الاي عامل مشترك، راح يبقى عندي
ساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 2 هاي ساين ثيتا 1 اوكي هاي العفو ساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 2 ساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 2 كوساين ثيتا 1 ساين ثيتا 2 هاي كوساين ثيتا 1 ساين ثيتا 2 تمام. بالاخير يعني بالاخير راح تصفى عندنا كمعادلات رياضيه اذا عندك كوساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 2 ناقص ساين ثيتا 1 ساين ثيتا 2 فهي معناته كوساين حسب يعني المعادلات اللي يسموها الدوال المثلثيه فهي معناته كوساين ثيتا 1 زائد ثيتا 2 ساين ثيتا 1 كوساين ثيتا 2 زائد كوساين ثيتا 1 ساين ثيتا 2 فهي اي ساين ثيتا 1 زائد ثيتا 2 تمام. فانت المطلوب عندك شنو اللي تعرف انه Z1 في Z2 النتيجة مالتها هي شنية؟ هي R1 R2 تضرب R1 في R2 كوساين ثيتا 1 زائد ثيتا 2 زائد I ساين ثيتا 1 زائد ثيتا 2 هذا يعني هذا المطلوب من عندك تحفظه أو مو تحفظه أنه تعرفه تمام؟ أنه تعرفه. فZ1 في Z2 بالبولار فورم هي تساوي لك R1 R2 كوساين ثيتا 1 زائد ثيتا 2 زائد i sin theta 1 زائد theta 2 تمام. هسه راح ناخذ اكزامبل عليه ونشوف. واضحه شباب؟ ما ادري يعني جزء قد تكون يعني ما صارت كل شرحاتكم بس افتهموها بهاي الطريقه. اذا اضرب اي رقمين بالبولار فورم فالنتيجه مالتها r1 r2 cosine theta 1 زائد theta 2 زائد i sin theta 1 theta 2 تمام. زين نفترض على سبيل المثال جيت اضرب رقم في نفسه باوع Z1 في Z1 فهو معناتها R1 في R1 كوساين ثيتا 1 زائد ثيتا 1 زائد I ساين ثيتا 1 زائد شنو ثيتا 1 فاضرب نفس رقم في نفسه فهو Z تربيع معناتها R تربيع كوساين ثيتا 1 زائد ثيتا 1 هي 2 ثيتا 1 ساين ثيتا 1 زائد ثيتا 1 هي 2 ساين ثيتا 1 طبعا بالمناسبة اقدر اكتبه بهاي الطريقة R1 R2 CIS C معناته ترمز للكوساين والآي اللي هو الكومبلكس نمبر والاس هو الساين تمام. فبالتالي انت اي رقم تضربه في نفسه باوع Z1 تربيع تساوي ان R1 تربيع كوساين 2 ثيتا 1 زائد I ساين ثيتا 1 تمام. فZ1 تربيع يساوي لك R1 تربيع في كوساين 2 ثيتا 1 زائد I ساين ثيتا 1 إذا عندي تكعيب فراح تصير Z3 تكعيب يساوي لك R3 أوكي في كوساين 3 ثيتا 1 زائد I ساين 3 ثيتا 1 تمام. فأنت شقد ما تكبر هذا إذا تضرب طبعا رقم في نفسه اوكي تقدر شنو تقدر شو تسوي مثلا فZ اس ال ان يساوي لك ار اس ال ان في كوساين ان ثيتا زائد اي ساين ان ثيتا هاي همين يعني هذا خلوه ببالكم بس اتمنى تعرفون منين اجى. هو اجى من اني عندي اي رقم تضربه في نفسه ده لاحظ انه الار ده تصير تربيع اذا كان تكعيب ده تصير تكعيب الثيتا صارت 2 ثيتا اذا تكعيب فراح يصير 3 ثيتا اذا 4 راح يصير 4 ثيتا وهكذا اوكي. فهو مسويها شنو ان الان يعني الان اي رقم تمام. بنفس الوقت اذا كان جذر مو تربيع بالعكس فهي نفس الشيء زد اس النصف يساوي لك ار اس النصف في كوساين ثيتا على ان زائد اي ساين ثيتا على ان اوكي. قد تكون شويه دوختكم بس خلنا ناخذ اكزامبلات ونشوف. على سبيل المثال نعطيك ملتبلاي يقول لك اضرب لي هذا الرقم بهذا الرقم اوكي. هذا الرقم شو يقول 4 كوساين 30 زائد اي ساين 30 هاي كوساين هو كاتبها سي اي اس غلط هي كوساين تمام. في هذا هم كوساين باي 2 كوساين 60 زائد اي ساين 60. فانت احنا اتفقنا ضرب اي عددين راح نرجع لهذا القانون تضرب اي عددين فشنو قبل ار1 في ار2 زائد كوساين ثيتا 1 زائد ثيتا 2 زائد اي ساين ثيتا 1 زائد ثيتا 2 فراح اجي هنا Z1 عندي اللي هو 4 كوساين 30 زائد اي ساين 30 Z2 عندي اللي هو 2 كوساين 60 زائد اي ساين 60 اوكي. فراح اضرب Z1
اوكي في زد 2 شو يساوي لك؟ قبل اضرب ار 1 في ار 2، ار 1 ار 1 هي 4، ار 2 هي 2. اوكي قول كوساين 30 زائد 60، فراح اقول كوساين 30 زائد شنو؟ 60. واقول اي ساين 30 زائد اي ساين 60، فراح يصير عندك شنو؟ يعني هسه هنا اي ساين 30 زائد 60، تمام؟ بعدين 4 في 2 هي 8، فراح يصير كوساين 90، اي كوساين 90 زائد اي ساين 90. واقدر اكتبها بهاي الطريقه 8 زائد سي اي اس 90. واضحه شباب؟ ها شباب ما بيها شيء، قانون قانون بس طبقه وتمشي الامور. اوكي هنا نعطينا اكزامبل اخر، رايت سالب نصف ناقصا جذر 3 على 2 اي، بس ركز لي هنا اس شنو؟ اس 3 تكعيب، يريدك تكتب ليها بهذا الفورم، بهذا الفورم. زين انت يعني عندك طريقين للحل، بس راح اشرح لك اياها. فالطريقة الأول يعني هذا تفكه تضربه ثلاث مرات، يعني سالب نصف أوكي ناقص آي شنو جذر ثلاثة على اثنين، تضربه ثلاث مرات وتخلي من هنا نفس الرقم تعيده، تمام؟ ثلاث مرات تضرب الضرب الاعتياد اللي نعرفه والنتيجة مالته راح تطلع، تمام؟ بس أنا أقول لك هاي الطريقة إذا كان عندك مثلاً أس 10 أس 20 هنا راح تصير صعبة كلش. فالأسهل نلجأ لهذا القانون، هذا القانون كلش سهل. زين شلون نلجأ له؟ هذا عندي أنا بالكارتيزيان، يعني ركز لي ما بي آر وثيتا، هذا القانون يحتاج آر وثيتا. فأول شيء احول الرقم لي وين؟ للبولار فورم، احوله للار وثيتا. زين شلون احوله؟ احنا عرف يعني عرفنا يعني نحتاج شنو؟ نحتاج ار، نحتاج شنو؟ نحتاج الى ثيتا. اوكي الار هو شنو؟ اي تربيع، الاي تربيع هو انت عندك نصف تربيع، يعني سالب نصف فسالب واحد على اثنين تربيع، الكل تربيع، تمام؟ زائدا البي تربيع ما لك علاقة بالاي، بس اخذ جذر ثلاثة اوكي على اثنين الكل تربيع، راح تطلع الار، راح يطلع النتيجة مالتي. طبعا هو هنا أنا مطلعها الار واحد على اربعة باعتبار انه النصف تربيع هي واحد على اربعة، والجذر ثلاثة على اثنين تربيع فمعناته ثلاثة على اربعة، فبالتالي الربع زائد يعني 1 على 4 زائد 3 على 4 راح يطلع لي الناتج 1 تحت الجذر، فمعناتها 1. زين الثيتا انا ايش عندي؟ يعني قانون الثيتا شو يقول؟ قانون الثيتا راح اكتبه هنا أنا. اوكي يقول لك هو البي على اي، البي هو جذر 3 اوكي على 2، والاي هو واحد على اثنين، طبعا الفوق سالب والجوة سالب، السالب راح يروح ويا السالب باعتبار اكو ناقص هنا وناقص هنا، الاثنين يروح ويا الاثنين فراح يصير طبعا تان انفيرس، راح اكتب هنا هسه نشوفه هنا، يعني تان انفيرس جذر سالب جذر ثلاثة على اثنين واحد على اثنين، الاثنين راح يروح ويا الاثنين، وعندك الاثنين يروح ويا الاثنين والسالب يروح ويا السالب، فتان انفيرس جذر ثلاثة، فراح الثيتا راح تطلع عندي شنو؟ 240. اوكي طلعت الار وطلعت الثيتا، فانا اقدر احوله الى وين؟ الى البولار فورم. البولار فورم احط يعني الار اول شيء كوساين ال 40 زائد اي ساين شنو؟ ال 240، عفوا 240، تمام. هسه ارجع على قانون ايش يقول؟ يقول زيت يساوي لك هذا الرقم تكعيب، من هذا الرقم تكعيب شو اقول؟ اقول الار تكعيب في كوساين 3 في ثيتا، ليش؟ لان تكعيب خليت 3 ساين 3 في ثيتا، تمام؟ فصارت كوساين 720 زائد اي ساين 720. طبعا كوساين 720 هو 1
والساين 720 هو صفر، فالنتيجة زائد صفر اي احنا ما نكتبها، اوكي، فبقينا بس الواحد. وصلت الفكرة؟ يعني لو نفترض هنا قال لك أس عشرة، ايش راح تسوي؟ هاي واحد أس عشرة، اوكي، في كوساين بدل ثلاثة راح يصير شنو؟ عشرة في الزاوية اللي طلعت عندك، وهنا شنو؟ عشرة، اوكي، وتحسبها يعني عشرة في 204 راح يطلع 2400، وتيجي بالحاسبة مالتك كوساين ال 2400 شوف ايش قد يطلع لك. قصدك 720 لو 240 عوضناها بدل الثيتا، مو سأرجع على هذا قانون. شي يقول؟ يقول لك وين هذا زيت اس ان اللي هي اس 3 يساوي لك ار اس 3 في كوساين ان هو 3 في الثيتا، الثيتا ايش قد طلع عندنا؟ طلعت عندنا 240، فخلينا 3 في 240. ايه بالضبط، ايه هاي هياني كاتب لك اياها تان انفيرس الجذر 3 هو طلع 240. تمام، زين. هسه يعني هنا انتهى الحل، الى هاي انتهى الحل. بدا عندنا يعني موضوع جديد. شنو هو الموضوع الجديد؟ قبل شوية قلنا إذا أخذنا ضرب رقمين بالبولر، هسه إذا أريد أقسم رقمين بالبولر، أوكي، أريد أقسم رقم على رقم بالبولر، قبل شوية ضرب كان بيناتهم شباب. يعني هو هنا اللي يقول لك شلون صارت، يعني خلينا R1 كوساين ثيتا 1 زائد I ساين ثيتا 1 على R2 كوساين ثيتا 2 زائد I ساين ثيتا 2، أكيد راح أضربها في المرافق على مود أتخلص من المقام، بعدين مختصرها آخر شيء. يعني أنت هاي إذا عجبك تطلع عليها شلون صارت اطلع عليه، اذا ما يعجبك فانت قبل تعال على القانون، قبل قول ار1 على ار2 كوساين ثيتا 1 ناقصا ثيتا 2 زائد اي ساين ثيتا 1 ناقصا شنو؟ ثيتا 2. تمام، قبل ار1 على ار2 كوساين ثيتا 1 ناقصا ثيتا 2 زائد اي ساين ثيتا 1 ناقصا ثيتا 2، هاي باختصار. تمام، يعني هذا هم القانون بالقسم يفيدك، اوكي، بالضرب شنو كان عندي؟ ار1 ار2 في كوساين ثيتا 1 زائد ثيتا 2 زائد اي ساين ثيتا 1 زائد ثيتا 2، اوكي، هنا أنا صارت ناقص وار1 على ار2 بدل الضرب. تمام، فهنا أنا نعطينا اكزامبل قايل لك 8، اوكي، من يقول لك سي اي اس 540 على 2 سي اي اس 225، فمعناته كوساين ال 540 زائد اي ساين 540 على كوساين 225 على زائد اي ساين 225. فانت قبل شو تسوي؟ هذا الار1 وهاي الار2، قسم ار1 على ار2 طلع ايش قد عندك؟ 4. اكتبها سي اي اس 520 ناقصا شنو؟ ناقصا 225 قبل ناقص بيناتهم. تمام، فراح يصير عندك 4 سي اي اس 315، او اقدر اكتبها بهاي الطريقه 4 كوساين 315 زائد اي ساين 315. كوساين 315 هو 1 على جذر 2، وساين 315 هي 1 على سالب جذر، يعني سالب 1 على جذر 2، اوكي. فانت الار عندك، الاي صارت عندك، تمام، والبي صارت عندك، اوكي، هاي الار موجوده، تمام، دخلها على القوس الاربعه، فراح يصير عندك بهاي الترتيب 2 جذر 2 ناقصا 2 جذر 2 اي. واضح؟ واضح شباب؟ ما بشي بسيط، يعني تطبيق مباشر. أحد عنده سؤال لحد الآن شباب؟ زين.
هذا آخر example إن شاء الله راح نأخذه بهاي المحاضرة. يقول لك find the يعني equation of 1 زائد جذر 3 i على 1 زائد شنو زائد ال i. يعني يريد قسمة هذا الرقم على هذا الرقم. شلون ممكن أحل شباب؟ يعني أنا عندي قسمة، شلون ممكن أحل هذا السؤال برأيكم؟ أريد أقسم هذا الرقم على هذا الرقم، راح أقول 1 زائد جذر 3 i على 1 زائد شنو ال i. شلون ممكن احلها برايكم شباب؟ حد يقدر يعطيني فد مقترح؟ قسمة الكومبلكس نمبر. شلون؟ تمام، واتخلص واحل الهاي، هذا حل صحيح. تمام، حل كلش صحيح، عاشت ايدك. ممكن هذا الحل، ممكن يعني الطريقه مال بولر فورم اللي هي شنو، احول هذا الرقم الى وين؟ الى البولر فورم بالبولر، وهذا الثاني هم احوله بالبولر، واخلي الرقم الاول على الرقم الثاني، واقول ترى ار1 على ار2 شو يساوي لي؟ كوساين ثيتا 1 ناقص ثيتا 2 زائد اي ساين ثيتا 1 ناقص ثيتا 2 على هذا القانون. اوكي؟ فاحنا الطريقه الاعتياديه ما راح نحل بها، راح نحل بهاي الطريقه مال البولر. فاول شيء لازم شو اسوي؟ احول كل رقم الى وين؟ الى البولر. من احول الى البولر لازم شو اطلع؟ لازم اطلع ار وثيتا. الار 1 يعني خلينا نسمي هذا يعني زد 1. اوكي؟ وهذا زد 2. الار 1 الار 1 شنو هي؟ 1 تربيع زائد جذر 3 تربيع الكل تحت الجذر. فالواحد تربيع هي 1، جذر 3 تربيع هي 3 تحت الجذر، فصار عندي شنو الار 1 هي 2. الثيتا 1 هي تان انفيرس بي على اي، مو تمام؟ هسه هذا الاي اوكي وهذا البي جذر 3. تمام؟ فاني تان انفيرس البي على اي، جذر 3 على 1 فهي تان انفيرس جذر 3، راح يطلع لي الثيتا ايش قد؟ 60. تمام؟ هسه طلعت ار وثيتا مال الزت 1. فالزت 1 قيمتها راح تصير 2 باعتبار ان الار 2 كوساين ال 60 زائد اي ساين ال 60. تمام؟ زين، نجي للزت 2. الزت 2 هي شنو الاي؟ الاي هو ايش قد قيمته؟ هذا الاي هو 1. هذا الاي. والبي ايش قد قيمته؟ هم 1، مو تمام؟ فارد اطلع الار 2، هو شو يساوي لك؟ اي تربيع زائد بي تربيع الكل تحت الجذر، فواحد تربيع زائد واحد تربيع راح يطلع عندي 2 تحت الجذر، فطلع عندي 2 تحت الجذر. زين، احتاج شنو؟ احتاج ثيتا 2، ثيتا 2 عن طريق تان انفيرس البي على الاي، فواحد على واحد تان انفيرس الواحد، فراح تطلع عندي ثيتا 2 ايش قد؟ 45. فزد 2 ايش صارت عندك؟ الار في كوساين الثيتا زائد اي ساين الثيتا. تمام؟ فصار عندك زت 1 وزت 2. من نجي اقسم زت 1 على زت 2 هو يساوي لك 2 كوساين 60 زائد اي ساين 60 على زت 2 هي جذر 2 كوساين 45 زائد اي ساين 45. فقبل 2 على جذر 2 هو جذر 2. مو تمام؟ هاي نعرفها شلون صارت من 2 على جذر 2. اوكي؟ جذر 2 جاي منين؟ من جذر 2 في شنو؟ في جذر 2. اوكي، على ايش قد؟ على جذر 2. راح اختصر هاي ويا هاي، ايش راح يبقى عندنا؟ جذر 2. فصارت يعني 2 على جذر 2 هي جذر 2. قبل اقول كوساين، كوساين ال 60 ناقصا 45 في او العفو زائد اي ساين ال 60 ناقصا شنو؟ 45. فصارت عندي كوساين ال 15 زائد اي ساين ال 15. انت تخليها بهذا الشكل. تمام؟ وإذا يعجبك، إذا يعجبك ترجعها للكارتيزيان، للكارتيزيان، فش تسوي؟ طلع كوساين ال 15 راح يطلع عندك رقم، زائد وتطلع ساين ال 15 وتدخل الآر على القوس راح يطلع عندك رقم بالكارتيزيان. واضح شباب؟ ها شباب، أحد عنده سؤال؟
تستخدم ممكن مثلا مو وين قصدك هنا؟ مو هنا ما تحتاج، يعني انت قسم شوف ايش قد يطلع عندك الرقم الاخير، مو تقسم يعني انت خليه ايش قبل تقول كوساين ال 60 ناقص 45 اللي هو كوساين ال 15 زائد اي ساين ال 15 تمام. هسه يعني لو كتبت كوساين ال 15 هسه اكتب كوساين ال 15 15 هاي 15 كوساين هذا كوساين كيف راح يطلع عندك هذا الرقم مو تمام 0.66 خلينا 0.966 زين اضربها في جذر 2 جذر 2 يعني العفو ما ليش دائما اقول لكم استخدموا مال كاسيو اسهل لكم في 0.966 راح يطلع لك الرقم 1.366 تمام. بعدين قول يعني ساين 15 ساين ال 15 راح يطلع عندك 0.26 خلينا نقول 0.2 عندنا شنو جذر 2 العفو 2 جذر 2 في 0. ايش قد طلع عندنا 2 يمكن 6 تقريبا بهذا الرقم او 2 5 9 راح يطلع عندك هذا الرقم 0.366 تمام. راح يطلع عندك هذا الرقم وهذاك. لو نفترض يعني حليت هاي بهاي الطريقه لو حليت هذا بهاي الطريقه يطلع لك الارقام اللي قبل شويه شفناها لو حليتها بهاي الطريقه. واضحه شباب؟ يعني اذا يعجبك تحل بهاي الطريقه تضرب في 1 ناقص ان اي على 1 ناقص ان اي وحل راح يطلع لك الناتج بالاخير يشبه هاي بعد ما احللها مثل ما حللتها قبل شويه. واضح شباب؟ احد عنده سؤال او استفسار؟